وقال الأستاذ الجامعي مايكل مانز الذي قاد الدراسة وهو أستاذ بكلية الطب هانوفر في ألمانيا في بيان لم يكن الجمع بين العقاقير فعالا جدا فحسب بين الذين شملتهم الدراسة وإنما تحمله المرضى جيدا حتى المرضى الذين إصابتهم أشد وطأة ويعانون من أعراض متقدمة في الكبد. وقدمت نتائج الدراسة في الاجتماع السنوي للرابطة الأوروبية لدراسة الكبد في لندن. وفي التجارب السريرية أظهر العلاج الجديد معدلات شفاء تزيد على 90% مع خفض مدة تلقي العلاج إلى 12 أسبوعا بآثار جانبية أقل، مما دفع خبراء وول ستريت بتوقع مبيعات سنوية تقدر بمليارات الدولارات، فيما يشكل سوقا واعدة ستشهد منافسة شرسة. ويوجد في أنحاء العالم نحو 170 مليون شخص يعتقد أنهم مصابون